غادي نشوفوا في هذا الفيديو شيء مختلف وعقار مختلف، عقار بمميزات خاصة ديالو اللي كنحلموا كاملين تكون عندنا بحالها. وكنتمنى لكم كاملين أعزائي المشاهدين إن شاء الله عقار بحال هذا الشكل. تبقوا معايا حتى الاخر باش غادي نكتشفوا كل شيء اللي في هذا العقار، المساحات، الثمن والمدينه. من قبل من كل شيء كنقول لكم معكم طريق من قناه افال، وكنطلب منكم كي ديما الدعم بضغط زر ديال الاشتراك وكذلك لايك او زر ديال الاعجاب، حوايج اللي كيحفزوني باش كنجيب لكم اجمل العقارات. اليوم اعزائي المشاهدين كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينة مكناس كنقدم لكم التحية والسلام أينما كنتم في جميع بقاع العالم. كنتواجد في عقار اللي هو عبارة عن شقة فخمة بما للكلمة من معنى. الفخامة ديالها كتجلى في المساحة ديالها أولا، المساحة اللي تنهضرو في مساحة ديال 152 متر مربع في الأوراق بما معناه في التدر. إلا حسبت معكم المساحة الإجمالية ممكن نهضرو على 160 أو 164 متر مربع في عمارة اللي كتواجد بالحي ديال مرجان، واحد من الأحياء الكبيرة واللي كتشهد واحد البنيان وواحد العمران اللي هو كبير وكتير. والحي ديال مرجان الناس اللي ما تتعرفوش هو حي اللي كيتواجد في الجهة الجنوبية ديال مدينة مكناس. وبالنسبة للشميشة ديال هاد العقار مشمش مزيان وجاي على شارع دوبل فوا، كنعني به شارع كبير ديال 25، من تيدوزو طوبيسات طاكسيات قرابين ليه، كلشي قريب ليه. إذا نجيو نشوفو الفصالة بعدا كيفاش جات من الأول كيما ديما. بالنسبة للمدخل ديال العقار عندي هو هذا باب بلاندي، باب بلاندي كيتسد باب ثلاثة ديال السدادات كيديما. فاش كندورو تلقاو قدامنا سيجور رقم واحد، لا صالون وحدة اخر، صالون رقم واحد بهاد لي موتيف اللي كاينين في السقف. كنعاودها المساحة اللي عندي في العقار ديال اليوم، مساحة ديال 152 متر مربع في الأوراق. هنا عندنا صالون وحدة اخر بجوج ديال النوافذ، والصالون اللي هو كبير بإطلالة على الشارع الرئيسي. بالنسبة غادي نشوف واحد حاجة أخرى اللي هي أن في هذا العقار فيه ولا هذه الشقة فيها واحد المطبخ اللي ستيل بصح ما مولفينوش، ما كنلقاوش في العقارات كاملين ستيل اللي هو مفتوح، ستيل العقارات اللي هو مفتوح ولكن مفتوح بالطريقة ديالنا بالطريقة المغربية. ما غاديش نقول عليها طريقة أخرى، ماشي مطبخ أمريكي مي طريقة مغربية. علاش؟ لأن كنلقاو قدامو سيجور مغربي، سيجور بهاد الطريقة هادي لينا القبس ديالنا والثقافة ديالنا المغربية في تاكباس، والثقافة المغربية ديالنا في تنجارت، ونزيدو عليها كذلك الرخام والزنيج. كاينة واحد الحرفية واحد المهنية كبيرة في هاد العقار اللي كنشوفو اليوم. هذا هو المطبخ، شوفوا معايا كيفاش جا، ما بناولوش حيوط، حاجة اللي خلاته يبان كبير وبالصح راه كبير وبالسيجون ديالو. كان بزاف ديال الناس راهم كيتسائلوا تيقولوا هاد العقار هذا بشحال غادي يكون الثمن ديالو. العقار ديال اليوم بهاد المواصفات على الشارع بثمن اللي هو جد جد منافس، لان ممكن عقار بحال هذا يكون فايت هاد الثمن، الثمن ديال 930 الف درهم، 93 مليون. كاين اللي غادي يقول لي اش كتقول؟ غادي نقول لكم بان الثمن ديال هذا العقار راه ثمن منافس، لان كاينين في مناطق اخرى بالثمن كيتباعوا ب 8000 درهم للمتر في نفس العقار، كيتباع كيوصل تقريبا حتى ل 120 مليون، وما شاء الله عقار اللي يستاهل. انتم كتشوفوا معايا بالنسبه للمطبخ راه مجهز وفيه الاجهزه ديالو ديال الاجهزه المنزليه، منها كنهضر على الميكرو اوند، تنهضر على الفران، تنهضر على البلاصه ديال الثلاجه، حتى بالنسبه لي بلاكار وداك سميتو ديالهم كلهم بوطون بوسوار، كيتسمى بوطون بوسوار، غير كتبرك عليها كطلع بحال البيب، كتبرك كطلع من الجهات الفوقانيين. اما بالنسبه لهذا راه فقط غلاف. ها
المطبخ ديالنا عندنا فيه بالكون ديالو، بالكون كيطل على الشارع، شارع رئيسي وشارع كبير، كاينين فوق لي بلاكار، لتحت لي بلاكار، الرخام، لا اوت لا بلاك، عقار لي ممتاز، ممتاز جدا، تم ناحية ديال الفينيسيون. إذا نتا نتوما أعزائي المشاهدين، إلا كان عندكم شي عقار وبغيتو تحطوه في البيع، فأنا راه الإشارة ديالكم. مثلا إلا عندكم شي أرض بغيتو تبيعوها، إلا عندكم مثلا شي شقة أو فيلا، فنحن راه الخدمة ديالكم. إذا هذه الغرفة رقم واحد، غرفة ديال الوليدات. إلا مازال مفاجأة أخرى غادي نشاهدوها في هذا العقار هذا، وحوايج اللي كيتحسبوا لهذا المقاول، حوايج جداد اللي غادي نشوفو. كندوزو في هاد الكولوار باش غادي نشوفو شنو باقي عندنا هنا. هنا عندنا غرفة. بالنسبة للطوابق المتوفرة في هاد العقار، كاين الطابق الثالث وكاين الطابق الرابع. بالنسبة لهادي اللي كنقوم بالتصوير ديالها، كاينة في الطابق الأول ولكن قد تم البيع ديالها، كاينة أختها. الفرق اللي كاين الوحيد هو أن هادي فيها لاكور في البرومييي إيطاج تباعت، أما بالنسبة للطوابق الأخرين فيهم هاد النافذة هادي فقط. أما بالنسبة للبقية ديال كيفاش تفصلات الشقة، بحال بحال بنفس لافينيسيون. نكملو بالنسبة للبلاكارات، كلهم جاهزين. هنا عندنا ديبارا، دوش كبير بالطواليت ديالو، ودايرين فيه 6 بزليج. وعندنا دابا الغرفة ديال الوالدين، هي اللي كنعرض عليكم باش تشوفوها معايا. غرفة الوالدين، غرفة اللي هي متسعة وكبيرة، وماشي فقط هاد الشيء، ولكن فيها اون شومبغ فيستيغ، بيت ديال فين تبدل حوايجك، ماشي دريسينغ، مي شومبغ فيستيغ. ها نتوما شوفو معايا علاش قلت فيستيغ، لأن كتلقى باب. هادي حاجة اللي كتحسب لهاد المقاول، كتلقى باب، هي هادي هو الكادر ديال الباب. كتدخل كتلقى لي بلاكار، لي بلاكار محلولين مفتوحين، ونزيد عليها كتلقى الحمام، طواليت الدوش، راهو الدوش لهيه، طواليت أو الفاسك. عقار لي جد جد ممتاز، وعاد مازال إصلاحات في هاد العقارات، هادو مازالين في إطار إنشاء ديالهم. كما قلت أعزائي المشاهدين، نعاود لكم الثمن. الثمن هو 930,000 درهم، كنهضرو على 93 مليون. مساحة ديال العقار هي 150 متر مربع في الأوراق، أما بالنسبة للمساحة الإجمالية هي 164 متر. فيه جوج ديال لي سيجور، مطبخ مفتوح وصالون، ثلاثة ديال الغرف، وديكورات اللي هي مختلفة. أما بالنسبة للعمارة، عمارة فيها لاسانسير، فيها المرآب ديال السيارات، فيها كذلك مجهزة بكاميرات المراقبة في الحي ديال مرجان بمدينة مكناس. كان معكم أعزائي المشاهدين طارق من أفائل، كنقول لكم ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الإعجاب واشتراك قناتكم أفائل. كنقول لكم إلى اللقاء وفي عرض مقبل عما قريب.